قال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع في المجلس إن القسم يحتاج إلى ما لا يقل عن أسبوعين كاملين لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية. أضاف العجاتي أن الدستور لم يلزم الفتوى والتشريع بفترة زمنية محددة لمراجعة القوانين الواردة إليه، وأشار إلى أنه موجه الدعوة إلى المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية لحضور جلسة القسم يوم الأربعاء المقبل لمناقشته في عدد من المواد. افتتح اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والمشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشروعات التي نفذتها القوات المسلحة مؤخرا، منها كوبري المشير أبو غزالة بالأوتوستراد وتطوير وتوسعة ميدان المشير القمصي وأعمال المرحلة الأولى من تطوير وتوسعة طريق العروبة في المسافة من كوبري المطار وحتى نفق الثورة وافتتاح كلية الطب بالقوات المسلحة. وحضر الافتتاح الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأيضا سفراء الإمارات والكويت والسعودية.